لجأ الإعلام الإسرائيلي لسلاح الأخبار الزائفة كجزء أساسي من حربه على الفلسطينيين، وما تردد الإعلام الغربي بأنه يتبنى كل ادعاءاته من دون التأكد منها على رغم خطورته. دعت مراسلة قناة I24 الإسرائيلية أنه مقاتلي حماس ذبحوا وقطعوا رأس 40 طفل، بس رجعت أكرت المراسلة أنه حصلت على هيدي المعلومات من جنود إسرائيليين بيعتقدوا أنه في أطفال تم ذبحهم. هالأمر ما منع وسائل الإعلام الغربية من تبني الخبر الكاذب ونقله لملايين الناس، على رغم إنكار الجيش الإسرائيلي بعدين لهالمعلومات وعجزوا عن تقديم أي صورة أو فيديو بيثبت هيدي الادعاءات الكاذبة. We have not seen the evidence of that. We have asked the Israeli Defense Forces, the IDF, 3 times to confirm those numbers. They have not yet. دعا الإعلام بالأول إنه السهرة اللي اقتحموها مقاتلي حماس هي احتفال للسلام كان عم بيصير على بعد 4 كيلومترات من قطاع غزة المحاصر، بينما بالحقيقة هو مهرجان موسيقى عالمي أقيم بإسرائيل هيدا السنة بالتزامن مع عيد سوكوت اليهودي أو عيد العرش اللي بيعتبر بداية السنة الزراعية الجديدة. تبنى كمان رواية إسرائيلية بتدعي إنه تم العثور على 260 جثة بمكان الحفل بدون ما يتمكن من عرض أي صورة أو فيديو بتأكد هالادعاء. دول إعلام فيديو بيظهر شاني لوك المشاركة بالحفلة أسيرة عن مقاتلي حماس، وقال إنه تم قتلها والتنكيل بجثتها قدام الكاميرا. تبين بعد أيام إنه المرأة عايشة وعم بيتم معالجتها بمستشفى بقطاع غزة حسب تأكيد والدتها. ولتكمل عدة الكذب والتحريض، زعمت وسائل الإعلام إنه تم اغتصاب نساء خلال الهجوم على المستوطنات، ليتبين إنه هالحوادث ما صارت إلا باتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن. We had hundreds massacred, families wiped out in their beds and their homes. Women brutally raped and murdered. سلاح الأخبار الزائفة أداة عم تستعملها إسرائيل لتبرر إجرام الحالة والمستقبلة وقتل لألوف المدنيين بقطاع غزة.